أعزائنا الطلبة، أسعد الله صباحكم. إحنا اليوم في محاضرة خطوات التجفيف لخضار الفواكه. خطوات التجفيف لخضار الفواكه صفحة 241. الهدف الأساسي في تجفيف الخضار الفواكه هي التخلص من الرطوبة قدر الإمكان، لأنه بتعرفوا نسبة الرطوبة تتراوح ما بين مادة إلى أخرى، ما بين خضار الفواكه تختلف نسبة الرطوبة من حيث طبيعة المادة الغذائية. فمشان هيك يجب التخلص من هذه الرطوبة، لأنه كل ما تم التخلص من هذه الرطوبة تم الاحتفاظ فيها تم الاحتفاظ فيها لدرجة كبيرة جدا أو لوقت أطول. فمن هي تكمن في القضاء على الأحياء الدقيقة، وأيضا تكمن في توقف نشاط الأنزيمات، لأنه المواد الخضار الفواكه تحتوي على أنزيمات، فهي الأنزيمات بتكون فعالة باستمرار في حال نشطة، فيجب أن تكون معاملة هذه الأنزيمات حتى يتم توقف نشاط الأنزيمات، توقف الميكروبات، وبالنهاية بتؤدي إلى إطالة مدة الحفظ. طيب، أول شيء تكمن الخطوة الأولى اختيار المواد الأولية. يجب اختيار المواد الأولية أن تكون متجانسة، هذه المواد اللي يتم اختيارها المواد الأولية متجانسة. ثانيا أن تكون مستوى عالي من النضج، أيضا احتفاظ بها تحت التبريد لحين وقت التجفيف. اثنين الغسيل، بعد عملية اختيار المواد الأولية بتم عملية غسيل هي الخضار الفواكه حتى يتم التخلص من الأتربة، التخلص من الشوائب، التخلص من الميكروبات، من المبيدات الحشرية. أيضا كل هاي العوامل يجب أن تتم الغسيل حتى خصوصا الجذرية منها، وهذا يتطلب استعمال آلات خاصة لتتم عملية الغسيل بشكل يفي بالغرض من استعمال آلات الغسيل بالرذاذ وغيرها. ثلاثة، تيجي مرحلة التقشير والتجزئة. التقشير والتجزئة أيضا من أجل الخطوات تتم عملية التخلص من الرطوبة. كل ما تم تجزئة الثمار، كل ما تم الحصول على التخلص من نسبة الرطوبة بطريقة أعلى. لكن هناك بعض الفواكه ممكن زي الخوخ والتراب ممكن قسمها ثمار إلى نصفين، أيضا زي العنب تجفف كاملة أيضا. إذا هناك كثير من الخضروات والفواكه يلزم تقشيرها قبل تجفيفها، مثل الخضروات الجذرية والتفاح، وتجري هذه العملية يدويا أو بالاحتكاك بسطح خشن أو بالمحالية الكلوية الساخنة أو بالبخار تحت ضغط مرتفع. بعد ذلك تقطع الخضروات إلى مكعبات أو شرائح طويلة أو حلقات حسب نوع الثمار. أما الفواكه تجفف كامل كما في العنب والفريز، أو تقطع الثمار إلى نصفين كما في الخوخ والدراك، أو شرائح كما في التفاح. عندنا أيضا تيجي عملية رقم 4، الغمس في محاليل قلوية، وهي الهدف منها إنه حكينا بتبلش الهدف إنه مشان تثبيط عمل الأنزيمات. فحكينا الأنزيمات موجودة في النباتات، موجودة في خلايا النباتات، موجودة في الحيوان، في الإنسان. فهي الأنزيمات يجب عملية تثبيطها حتى أيضا يتم يوقف نشاط اللي هي الناحية الفسيولوجية في النبات. إذا يتم غمس بعض ثمار الفواكه وخاصة المغطى بطبقة شمعية زي العنب في محلول بسموه كربونات الصوديوم أو هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 5.5% على درجة 93 درجة مئوية، وهذا يؤدي إلى زوال الطبقة الشمعية وتتشقق القشرة قليلا فيسهل الخروج الرطوب منها. إذا هي عاملنا مثلا زي العنب اللي في طبقة شمعية بنعاملها في محاليل قلوية حتى يتم تتشقق ويؤدي إلى خروج الرطوب منها، وهذا يختلف تركيز المحلول القلوي المستعمل بالحرارة تبعا لنوع الثمار. أيضا هناك الغمس المحاليل القلوي يحافظ من ميزات استخدام المحاليل القلوي يحافظ على أيضا لون الثمار نتيجة لإيقاف نشاط أنزيم البيروكسيديز. هناك بعض الأنزيمات تكون الموجودة في النبات زي البيروكسيديز زي الكاتاليز. أيضا يجب عدم إطالة فترة غمس الثمار، يعني ما فترة الثمار الغمس تكون محددة ونسبة التركيز فيها معينة، وما يكونش متطولش الفترة بشكل كبير. ليش؟ لأن هذا الحكي راح يؤدي إلى فقدان جزء من عصير الثمار أثناء التجفيف. خمسة، بتيجي مرحلة الكبرتة. كبرت استخدام الـ SO2 اللي هو ثاني أكسيد الكبريت. إذا تجي عملية الكبرت لبعض الثمار الفاكهة سواء كانت كاملة أو مجزأة، وذلك بتعرضها لغاز ثاني أكسيد الكبريت الـ SO2.
أو يتم غمس الثمار في محلول البايكبريتيت الصوديوم، فتمتص الثمار كمية من ثاني أكسيد الكبريت، تعمل أكسابها لونا. إذا الهدف من هذه العملية أول شيء إكساب الثمار لون جذابا، 2 احتفاظها بقيمتها الغذائية، 3 منع الفساد تاعها. إذا هي 3 عوامل أساسية من أجل القيام بعملية الكبريت. هاي العملية الكبريت توضع في ثمار الفاكهة في حجر بها كبريت مشتعل، أم الخضروات فتقمس أو ترش في محلول الكبريتيت، ويتوقف مقدار ثاني أكسيد الكبريت الممتص. طبعا هنا يتم امتصاص ثاني أكسيد الكبريت، يتوقف امتصاص عدة عوامل. أول شيء لا تعمل على درجة الحرارة، 2 مدة الغمس، 3 التعرض التغمس أو التعرض، 3 الصنف، طبيعة الصنف، طبيعة المادة المراد كبرتها، الثمار غير تامة النضج تمتص كمية أكبر من الغاز، يعني الغير اللي مش ناضج كثير تمتص أكثر من الغاز، ولكن احتفاظه وتحتفظ بكمية منه أقل مما في الثمار تامة النضج، يعني تمتص أكثر من الغاز ولكن نسبة الاحتفاظ فيه بتكون أقل من الثمار التامة النضج. أيضا يساعد ارتفاع درجة الحرارة على احتفاظ المواد الغذائية بقدر أكبر من الغاز، إلا أنه يقلل من مقدار الغاز الممتص، وعادة يراعى احتفاظ الفواكه بقدر من ثاني أكسيد الكبريت يبلغ حوالي 3000 جزء من المليون في المشمش، 2500 جزء من المليون في الخوخ، و2000 جزء من المليون في الكمثرى، و1500 جزء من المليون في التفاح. في الخضروات تراوح نسبة 200 ل 500 جزء من مليون كما في البطاطا والجزر. رقم 6 نيجي عند السلق. يتم السلق دائما في البخار الساخن، في البخار أو في الماء الساخن، السلق عن طريق البخار أو الماء الساخن قبل تجفيفه، وذلك من أجل إطالة فترة حفظها، ويستثنى من ذلك البصل والثوم، فلا يستقبل عن لفقد جزء من المادة الحرفة. طيب شو الهدف من عملية السلق؟ حكينا دائما وقف نشاط الإنزيمات، ما زال وقفنا الإنزيمات بقلل الحمل الميكروبي، 3 تقليل المدة اللازمة للتجفيف، 4 طرد الهواء من الفراغات البينية، 5 تأخير تغير الراحة ونكهة المواد الغذائية، 6 تقليل الفقد في فيتامين سي والكاروتين، تعرف الكاروتين هي المادة الخضراء موجودة في النبات، 7 تحسين قوام المواد الغذائية المجففة عند إعادتها إلى حالتها الأصلية. إلا أن عملية السلق تؤدي إلى فقد في بعض العناصر الغذائية وخاصة قبل الذوبان في الماء، يعني قبل الذوبان زي قصده الفيتامينات الذابة في الماء. هناك في عندنا فيتامينات بتذوب بالدهون زي الأدك، فيتامينات بتذوب في الماء زي الفيتامين بي كومبلكس، فيتامين سي. والتحقق من إجراء عملية السلق على الوجه الأكمل يتم الكشف عن وجود أنزيم الكاتاليز والبيروكسيلاز في الخضروات. كيف يتم الكشف عن الأنزيمات في الخضروات؟ كان عملية السلق حتى يتم وقف عمل نشاط الأنزيمات. هلا لو أخذنا حبة تفاح مثلا، حكينا لكم إياها ممكن، وجينا أخذنا قرطنا من حبة التفاح وحطيناها على الطاولة، فراح إنه اللون يتغير للون البني، هذا بفعل أنزيم الكاتاليز الموجود في التفاح. طبعا هذا الكاتاليز تشكل في التفاح حتى يمنع دمج لهذه الخلايا، إذا هذا هي نوع من النشاط الفسيولوجي في التفاح. أنا أعطيتكم مثال كيف بيبين إنه عند الكاتاليز اشتغل في التفاح، يعني مسكت على التفاحة وقرطتها وحطيتها على الطاولة، فاللون راح يتحول للون البني، وهذا يؤدي إلى وجود نشاط أنزيم الكاتاليز أو البيروكسيديز في التفاح، وهذا يؤدي إلى اللون البني. طيب كيف يتم الكشف عن أنزيم الكاتاليز في المختبر؟ كنا نستخدمه إن شاء الله، بس ناخذ عمل راح نعطيكم إياه، هي ناحية عملية، بنجيب أنبوب بنحط فيه مثلا المادة زي التفاح، بنحط عليه مادة الـ H2O2. إذا كان عندي ظهرت فقاعات هذا بدل الـ H2O2 صار في عندي الأنزيم الكاتاليز موجود في التفاح بعطينا هاي الفقاعات. ويتم أيضا ما
من خلال قديش ظهرت عندي فقاعات. إذا كل ما ظهرت فقاعات بزيادة إنه الكتاليز بيكون نشيط. إذا أولا تقطع المادة إلى قطع صغيرة وتوضع في أنبوب. اثنين يضاف إليه محلول فوق أكسيد الهيدروجين H2O2 تركيزه 1% بكمية تكفي لتغطية المادة الغذائية الموجودة في الأنبوب. ثلاث يلاحظ تصاعد فقاعات غاز الأكسجين في حالة وجود الإنزيم، بينما عندما تكون هذه الفقاعات في حالة خلو المادة من الإنزيم. إذا كل ما كان عند الإنزيم نشط بيؤدي إلى ظهور اللي هو الأوتو الأكسجين. هذا الكشف المختبر عن إنزيم الكتاليز. أيضا كشف إنزيم البيروكسيديز يكمن أولا تقطيع حوالي 5 جرامات من المادة الغذائية. أيضا يتم وضعها في أنبوب اختبار. ثلاثة تغطى المادة بالماء المقطر. يضاف إليها 1 مل من محلول فوق أكسيد الهيدروجين H2O2 نفس فكرة البيروكسيديز، ثم 1 مل من مادة البنزيدين، فيلاحظ ظهور لون أزرق يتحول إلى لون قرمزي واضح في حالة وجود الإنزيم. اللون لهذا الإنزيم حوله من لون أزرق إلى لون قرمزي بكمية كبيرة. يفضل إجراء عملية السلق في محلول ملحي بدلا من الماء لتقليل تسرب جزء من المواد الصلبة في ماء السلق. كما أن عملية الكبرة لا تعني عملية لا تغنى عن عملية السلق. 7 التجفيف باستخدام طريقة التجفيف المناسبة حسب نوع الثمار والإمكانيات المتوفرة، ثم تعبئتها في عبوات مناسبة. آخر مرحلة بتيجي عملية 8 اللي هي تخزين الأغذية المجففة. طبعا نراعي تخزين الأغذية المجففة يجب أن نراعي المكان الذي يتم تخزين الأغذية المجففة، نسبة الرطوبة بتاعته، الحرارة الموجودة في المكان الموجود مشان تخزين الأغذية المجففة. إذا تتعرض المواد الغذائية المجففة لأنواع من الفساد أثناء تخزينها بفعل الأحياء الدقيقة والتفاعلات الكيميائية والحشرات. إذا مو إما بفعل الأحياء الدقيقة، بفعل الحشرات، تفاعلات كيماوية. أكثر أنواع الفساد اللي تعرض له الأغذية المجففة هو الإصابة بالحشرات. لذلك يراعى العناية بنظافة المخازن وتدخينها بالمواد المناسبة. وأحيانا يحصل تغير في لون الجزء اللحمي في الفواكه المجففة أثناء التخزين، لذلك ينصح بتخزينها على درجة حرارة منخفضة نوعا ما لمنع حدوث هذه الظاهرة. كما ينصح بتخزين بعض المنتجات الغنية بالدهون بالثلاجات إذا ينصح بتخزين بعض المنتجات الغنية بالدهون بالثلاجات مثل الجوز لمنع حدوث التزنخ. أيضا يجب مراعاة إجراء عملية تعبئة المواد المجففة في مكان بارد جاف مظلم نظيف جيد للتهوية. وأنسب ظروف تخزين للفواكه المجففة تكون عند درجة حرارة تتراوح بين 8 إلى 13 ورطوبة نسبية ما بين 60 إلى 70%. أيضا مع التأكيد على تأكد على مراعاة عدم ارتفاع الرطوبة النسبية في مخزن الأغذية المجففة لأن ذلك يؤدي إلى نمو الفطريات. وصلنا عند أهمية التشفيت وخطواته. يعطيكم العافية.